حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، لماذا البحر مالح؟ حقيقة يعني أنا اليوم أتأمل هذا البحر وأقول ماذا لو لم يكن مالحا، ما الذي سيحدث؟ حقيقة العلماء حتى الآن يحتارون في سر معرفة ملوحة البحار. لماذا البحار مالحة؟ لماذا ليست عذبة؟ مع العلم أن الماء الموجود في باطن الأرض والذي يستمد منه البحر ماءه على أعماق أكثر من 1000 كيلومتر ماء عذب، لماذا عندما يصعد على السطح يصبح ماء مالحا؟ أحبتي في الله، هذه آية من آيات الله ومعجزة كبرى تجعلنا نتفكر في خلق البحار، لأن وجود الملح الزائد أو كميات ملح الزائدة ضرورية جدا للحياة في البحار، وإلا ستفسد، حتى البحر سيفسد، لأن مساحة البحار كما نعلم البحار تغطي بحدود 70 أو 71% من مساحة الكرة الأرضية. وبالتالي أيها الأحبة، فإن هذا الأمر يجعلنا نفكر، أنا يجعلني شخصيا أفكر، لماذا هذه البحار مالحة؟ أول شيء أحبتي في الله، الملوحة الموجودة في البحر هي مأخوذة من الصخور أو نتجت من صخور الأرض. الماء عبر ملايين السنين قام بإذابة الأملاح الموجودة في الصخور وتحول إلى ماء مالح لكي يكون صالحا لعيش الأسماك والكائنات البحرية فيه والنباتات وغير ذلك من مخلوقات لا نعلمها، الله يعلمها سبحانه وتعالى. هذه الملوحة أنا أقول، من يعتقد أن ملوحة البحار جاءت بالمصادفة، طيب كيف علمت الطبيعة أو المصادفة أن هذه الأسماك وهذه الكائنات البحرية يجب أن تعيش في بيئة مالحة؟ هذا البحر أحبتي في الله كل متر مكعب يحوي بحدود 33 كيلوغرام من الملح. تصوروا كل متر مكعب يحوي 33 كيلوغرام من الملح، فكم تحوي بحار الدنيا من الملح؟ كمية كبيرة جدا لا شك في ذلك. فهذه الكمية ضرورية لاستمرار الحياة وضرورية للحفاظ على البحر نفسه لكي لا يتبخر، لأن البحر لو كان عذبا لاختلفت نسبة التبخر طبعا، ولاختل النظام المتعلق بالبحار. هذا من جهة. من جهة ثانية، تجمد البحار أيها الأحبة لا تتجمد بشكل كامل، فقط الطبقات العليا، لأن هناك خصائص في الماء تجعل البحر يتجمد منه الطبقات العليا للحفاظ على الأسماك الموجودة في الأعماق. ولولا هذه الظاهرة كان هناك مشكلة أيها الأحبة، كان هناك مشكلة أن الكائنات البحرية ستموت. لذلك أنا دائما أتذكر عندما أرى البحر أتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى الذي قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.